والأمانيون يعني ضربوا أروع الأمثلة في طلب العلم، وكانوا من قديم الزمان، من عهد الصحابة العمانيون الصحابة، وفي عهد الصحابة كذلك من التابعين العمانيين الذين كانوا من التابعين، منهم كعب بن سور الكندي العماني الذي كان في حضرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يذكر ذلك صاحب منهاج الطالبين في الجزء الخامس في آخر الكتاب في باب الأحكام، يقول: جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر فقالت له: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال: ما في ذلك شيء، وكيف أمنع رجلا أن يعبد ربه؟ فذهبت، وعندما ذهبت قال له كعب بن سور: يا أمير المؤمنين، ماذا أرادت؟ ما جاءت مثنية تثني على زوجها، وإنما جاءتك شاكية، هي جاءت تشتكي على زوجها. قال: ذاك ما أرادت؟ قال: نعم. قال: ردوها علي. فردوها علي، قال لها أمير المؤمنين، قال: إن هذا الرجل يزعم أنك جئت شاكية. قالت: هو كما قال يا أمير المؤمنين. فالتفت إليه عمر فقال: فهمت قصتها فاحكم في قضيتها. أنت فهمت القصة فاحكم في قضيتها، هي الآن أمامي. فطلب كعب بن سور أن تأتي هي وزوجها. فأتت هي وزوجها، جاءت هي وزوجها في حضرة الفاروق والقاضي كعب بن سور، فقال لها: تكلمي، تستحي أن تقول ذلك. فقالت بالشعر، تقول: يا أيها القاضي الحكيم رشده، يا أيها القاضي الحكيم رشده، ألها خليلي عن فراش مسجده، زهده في مضجعي تعبده، وخوف رب باليقين يعبده، مفترشا جبينه يكدكده، نهاره وليله ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده، فاقض القضاء يا كعب لا تردده. فقال: فهمت قصتك، وأنت ماذا تقول؟ قال الرجل: إني امرؤ زهدني ما قد نزل، في سورة النور وفي السبع الطول، وفي كلام الله تخويف جلل، زهدني في فرشها وفي الحجل، فردها عني وعن سوء الجدل، وحثها يا ذا على حسن البعل، على حسن العمل من طاعة الله ومن بر البعل، ففي القرآن واعظ لمن عقل. قال: فهمت قصتك، فاسمع حكمي. قال كعب بن سور: إن السعيد بالقضاء من عدل، ومن قضى بالحق حقا وفصل، إن لها حقا عليك يا بعل، واحدة في أربع لمن عدل، فاجعل لها ذاك ودع عنك العلل. لها واحدة، يوم واحدة. إن لها حقا عليك يا بعل، واحدة في أربع لمن عقل، فاجعل لها ذاك ودع عنك العلل، وأنت في أمر الثلاث في مهل، إذا فصمهن وقمهن وصل، لا ينفع القول وتضيع العمل، لا ينفع القول وتضيع العمل. نعم، كل ذلك كان في حضرة عمر، في مجلس عمر، وعمر يشهد هذا الحوار وهذا الحكم. فلما انتهى كعب بن سور من حكمه التفت إليه عمر، يقول: والله، التفت إلى عمر قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله أحل للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، فليجعل لها يوما وليلة، وله ثلاثة أيام بلياليها، وله ثلاثة أيام بلياليها يعبد ربه فيها كيف يشاء. فقال عمر: والله لا أدري أمن فهمك أعجب أم من حكمك، اذهب فأنت قاضينا على البصرة. نصبه قاضيا على البصرة في هذه اللحظة. يقول الإمام نور الدين السالمي رحمه الله تبارك وتعالى في جوهر النظام، يقول في هذه القصة، يقول: وقال قوم: يسع الإنسان ألا يطأ زوجته زمانا، وذاك إن لم يقصد الضرارا،
ولم تكن تطلبه جهارا، وإن يكن قد طلبت إياه يلزمه إن شاء أو أباه في أربع الأيام قيل مرة، أخرج هذا القول قاضي البصرة وهو العماني على التحقيق، قضى به في حضرة الفاروق، فاستحسن الفاروق هذا النظر، فمن هناك صار قاضي عمرا. فاستحسن الفاروق هذا النظر فمن هناك صار قاضي عمرا. وكذلك طلبة العلم الذين خرجوا من ديارهم، بعضهم خرج من عمان، وبعضهم خرج من حضرموت، بعضهم خرج من مصر، بعضهم خرج من بلاد فارس يطلبون، بعضهم خرج من المغرب، خرجوا كلهم واجتمعوا عند الإمام أبي عبيدة. فطالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي من حضرموت، وبلق بن العقبة، والمختار بن عوف، والإمام الجولندا بن مسعود، وعبد الرحمن بن رستم، الإمام عبد الرحمن بن رستم، والإمام عبد الأعلى بن السمح أبو الخطاب المعافري من اليمن، وإسماعيل بن درار الغدامسي الذي كان يسأل أبا عبيدة 300 مسألة في الأحكام وهو ممسك لزمام فرسه أو لخطام ناقته، يسأله عن 300 مسألة في الأحكام. قال يا ابن درار أتريد أن تكون قاضيا؟ قال أرأيت لو ابتليت بذلك. وفعلا في عهد الإمام عبد الأعلى المعافري عندما قامت الإمامة الإباضية في طرابلس كان قاضي الإمام إسماعيل بن درار، وهنالك داود القبل النفساوي من جبل نفوسا، هؤلاء كانوا من تلامذة الإمام أبي عبيدة. أما طالب الحق فأرسله أرجعه الإمام إلى حضرموت، وامتدت فتوحاته إلى صنعاء بل إلى بلاد الحجاز، وأقاموا الإمامة الإباضية في حضرموت. ولهذا عندما طهروا من إمارة بني أمية الذين أخذوا أموال الناس بغير وجه حق وكدسوها في بيت المال، عندما قضوا على الوالي وهرب الوالي وزعوها على أهل صنعاء، جاءوه يا أبا الخطاب، قالوا له يا طالب الحق، يقول ليس لنا فيها نصيب. قال إن هذه أموال جبيت من أهل صنعاء بغير وجه حق، فمردها إليهم وتوزيعها بينهم. وطالب الحق بصنعاء حكما بجعلها في أهلها واحتشما، لم يأخذا عند مضيق يومه شيئا لنفسه ولا لقومه، تعففا منهم ومن كمثلهم، أكرم بهم من عصبة أكرم بهم، كانوا يموتون على ما أبصروا من الهدى ما بدلوا وغيروا. الإمام الجولندا بن مسعود جاء عمان وعقدت عليه الإمامة، الإمام عبد الأعلى المعافري إلى طرابلس، والإمام عبد الرحمن بن رستم وذريته بعد ذلك أئمة عدول حفظ الدين الحنيف بهم. نعم، والعمانيون كما قلت لهم سبقوا يعني في هذا المضمار في طلب العلم، في طلب العلم يعني لا نذهب بعيدا. الإمام الشيخ محمد بن شامس البطاشي رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن شامس البطاشي خرج من قريات من المسفاه وعمره 14 سنة يطلب العلم في نزوة مع الإمام الخليلي رحمة الله عليه. خرج وعمره 14 سنة كتب قصيدة لابن عمه بني بطاش يقول لهم فيها أبلغ بني بطاش أن محمدا ساع إلى كسب العلوم وغادي، من كان يسعى لاكتساب معيشة وينام فوق أرائك ووسادي، فأنا إلى طلب المعالي لم أزل أسعى بهمة ماجد النقادي، ما إن تراني والمهيمن مغرما بجبين فاطمة وعين سعادي، سأحالف الخلوات في ظلماتها وأواصل الأرقال بالآساد، وأهين هذه النفس في طلب العلا حتى أحصل بغيتي ومرادي، فليهن قومي بالدناء إني امرؤ قد بعتها بخسا بسوق كسادي. وصل إلى الإمام الخليلي رحمة الله عليه وتتلمذ على يد الإمام
الخليلي ورأى فيه من النبوغ فلقبه نسابة عمان، نسابة عمان. ولما وصل هناك وألقى رحال الترحال في نزوة قال: طرق المعالي أصعب الطرقات، والمجد كل المجد في العزمات، لو كان نيل العز سهلا لم يكن بين الأنام تفاوت الدرجات، المجد بالإقدام لا بمطاعم ومآكل ومشارب وسبات، أو باحتساء مدامة كلا ولا بوصال غانية ولثم شفات، من سره في أن يعيش منعما بين الغواني الخرد الفضات، فلينأ عن رتب المعالي جانبا ليس المعالي بالأمان تآتي، لكن ببذل النفس في غصص اللقاء والخوض ثم الخوض في العزمات، من كان للهمم الأريبة لابسا متدرعا بالجد والعزمات، فهو الفتى النجد الذي تعنو له قوعا رؤوس المجد منقادات. وبعد ذلك كتب يعني موسوعة الشعرية النظمية، أكبر موسوعة في الإسلام، سلاسل الذهب حوت الأصول والفروع والأدب. كم ألف؟ كم بيت؟ نعم، 100,000 و20,000 و4,000، 124,000. الجوهر كم؟ 14,000. هذه 100,000، 100,000 بيت، و20,000 و4,000. يقول في المجلد الأول في المقدمة، يقول: أسميته باسم سلاسل الذهب حاوي الأصول والفروع والأدب، جعلته في 10 أجزاء وعدها لم يأتي بالسواء، فبعضها أزيد من بعض، وقد صار تمام النظم حينما يعد 100,000 بالعداد الوافي، 20 مع 4,000 بعد أنبياء ذي الجلال ورسله أهل المقام العالي. وفي الباب الأول في باب العلم يقول: والعلم خير من قناطير الذهب، والمال وحروس له يخشى العطب، والعلم حارس وذاك المال ينقصه الإنفاق والسؤال، والعلم يزداد مع السؤال وكثرة الإنفاق في الأحوال. نعم، هكذا العلم يرفع أهله. ونختم هذا اللقاء بالمسيرة العلمية والمجاهدة في طلب العلم التي كانت للقاضي أبي سرور رحمة الله عليه. القاضي أبو سرور يكتب مسيرته العلمية في كتابه بغية الطلاب، بغية الطلاب نظما. ونختم هذا اللقاء بهذه الحياة وهذا السرد لقصته، وكيف عانى منذ صغره في طلب العلم. فنسمع الأبيات ونتعمق في معانيها. يقول: وطالب العلم لوجه الله يحظى من الله عظيم الجاه، لذاك قمت طالبا للعلم وكسبه مسامرا للنجم، لم تثنني متاعب الزمان، جاهدتها بنصرة الرحمن، يبيت حول الناس في النوم السري، وإنني في العلم طي السهر، وكم شكت مضاجعي لأمي فألتقي من حبها باللوم، تخشى علي من عياء البصر وتعب في الجسم أو من ضرر، أجبتها إن غاب في العلم البصر، وفي رضا الله بلغت للظفر، وإن بدا الصبح حملت معولي ومنجلي ملتمسا لمأكلي، حتى أحوز بحلال القوت كي لا أكون كالفتى الممقوت، وكم قطعت حجر الجبال، وكم سردت كوم الحبال، وكم غرست باسقات النخل مستأجرا وبت أشكو وحلي، وكم بنيت جدرا وجدولا مؤجرا حتى أنال مأكلا، والعصر إن جاء لبست ثوبي مطهرا من تربه والعيب، أمشي كأني ملك الزمان وما بكيس ثم درهمان، أمشي كأني ملك الزمان وما بكيس ثم درهمان، وأنتضي عزمي لنحو العلماء ملازما دروسهم تعلما، فلم أصاحب غير قادة الهدى العلماء الفضلاء الرشدا، وما قصدت طالبا رب غنى دريهما أو رطبا.
والجنى ولم يمدني صديق بثرى لذاك عشت ساميا لا مزدرى وإنني الموقن أن ربي ليس يضيعني فحسبي ربي عشت يتيما ليس حولي والدي يدفعني للعلم والمحامد يتم وفقر حاربا جهودي فانهزما بنصرة المعبود كان أبي ذا ثروة فباعها في طلب العلم وما أضاعها ولم يخلف غير سيف باتر وكتب عظيمة الجواهر ومنبرا من الثنى بين الورى وصيت آباء له زان السرى وأمي التقية الكريمة جزاهما رب السماء نعيمة ما دفعتني بالعصا للمدرسة أمي وكانت برة وكيسة كانت تقص لي حديث العلماء الفضلاء الكرماء النبلاء وكم روت لي سيرة الآباء كالشمس إذ تشرق في السماء وأنهم أنصار رب العزة ذوو تقى شراة عرش الجنة فخفت أن يفوتني رضا السماء ولا أكون مع كرام العلماء وعلمتني أن بالعلم العمل فكان ذا التوجيه أحلى من عسل أمي لك الجنة والرضوان من ربنا فإنه المنان هنا علمت أن في الفقر الغنى عند التقى والعلم لا كنز الدنى فكم فقير لازم العلم وصل لذروة العلياء واستعلى زحل كم بائع صيدا وحمار غدا بالعلم من فوق الملوك السيدا كم من فتى صار إمام كرسي وكان فحاما قبيل أمسي كم خامل قد كان لا يعبأ به بالعلم أضحى قدوة للمنتبه وكم ضرير قد غدا بصيرا يوحي الهدى بعلمه والنورا لله در العلم يعلي أهله من يستخف بهم يا ويله جزاهم الله الرضا نعيما أسكنهم جناته مديما.